مفيش انقاذ ليه؟ انقاذ اجري. مهرجان الاوسكار انه مهرجان جديد بيدعمه اشخاص مش مؤسسه ومش الدوله، فده شيء ايجابي منهم وفكر ايجابي رائع يحترم ويستحق الدعم مننا كلنا، لانها يعني فكره حلوه ان انت تضيفي مهرجان جديد لمهرجانات مصر العريقه. طبعا جديد وقوي، جديد وقوي، اول سنه ليه ما شاء الله. ايه رايك في الاجواء النهارده في مهرجان الاوسكار المصري؟ رائعه وانا سعيده بيها جدا واتمنى لهم كل التوفيق. نجاح. طيب النجمة طبعا عبير صبري، بتحضري ايه في رمضان؟ بحضر نسوان قادرة، بصور نسوان قادرة للتلفزيون، وعندي الاختشوماتو مع استاذة غادة عبد الرازق ان شاء الله واخراج اسماعيل فاروق. نسوان قادرة والاختشوماتو، عبير صبري هنا عاملة ازاي؟ عبير صبري هنا اتفرجوا، انا ما بعرفش احكي ادوار. طب قدرتي تفرقي ما بين الاثنين؟ اكيد اكيد اكيد. حسيتيش ان هتبقى التوليفة صعبة؟ لا، صورت الفيلم الاول وبعدين دخلت المسلسل.